المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا أي اصطلموا بالعذاب وتقطعت بهم الأسباب، والحمد لله رب العالمين على ما قضاه وقدره من هلاك المكذبين، فإن بذلك تتبين آياته وإكرامه لأوليائه وإهانته لأعدائه وصدق ما جاءت به المرسلون. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. يخبر تعالى أنه كما أنه المتفرد بخلق الأشياء وتدبيرها فإنه المنفرد بالوحدانية والإلهية، فقال قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم فبقيتم بلا سمع ولا بصر ولا عقل، من إله غير الله يأتيكم به؟ فإذا لم يكن غير الله يأتي بذلك فلما عبدتم معه من لا قدرة له على شيء إلا إذا شاءه الله؟ وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشرك، ولهذا قال انظر كيف نصرف الآيات أي ننوعها ونأتي بها من كل فن ولتنير الحق وتتبين سبيل المجرمين. ثم هم مع هذا البيان التام يصدفون عن آيات الله ويعرضون عنها. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قل أرأيتكم أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة أي مفاجأة أو تقدم أمامه مقدمات تعلمون بها وقوعه، هل يهلك إلا القوم الظالمون الذين صاروا سببا لوقوع العذاب بهم بظلمهم وعنادهم؟ فاحذروا أن تقيموا على الظلم فإنه الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يذكر تعالى زبدة ما أرسل به المرسلين أنه البشارة والنذارة، وذلك مستلزم لبيان المبشر والمبشر به والأعمال التي إذا عملها العبد حصلت له البشارة، والمنذر والمنذر به والأعمال التي من عملها حقت عليه النذارة. ولكن الناس انقسموا بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين، فمن آمن وأصلح أي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأصلح إيمانه وأعماله ونيته فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب أي ينالهم ويذوقونه بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المقترحين عليه الآيات أو القائلين له إنما تدعونا لنتخذك إلها مع الله، لا أقول لكم عندي خزائن الله أي مفاتيح رزقه ورحمته ولا أعلم الغيب، وإنما ذلك كله عند الله، فهو الذي ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو وحده عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولا أقول لكم إني ملك فأكون نافذ التصرف قويا، فلست أدعي فوق منزلة التي أنزلني الله بها، إن أتبع إلا ما يوحى إلي أي هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي فأعمل به في نفسي وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك، فإذا عرفت منزلتي فلأي شيء يبحث الباحث معي أو يطلب مني أمرا لست أدعيه؟ وهل يلزم الإنسان بغير ما هو بصدده؟
ولأي شيء إذا دعوتكم بما أوحي إلي أن تلزموني أن أدعي لنفسي غير مرتبتي، وهل هذا إلا ظلم منكم وعناد وتمرد؟ قل لهم في بيان الفرق بين من قبل دعوتي وانقاد لما أوحي إلي وبين من لم يكن كذلك. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ فتنزلون الأشياء منازلها وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذا القرآن نذارة للخلق كلهم، ولكن إنما ينتفع به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار، فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم. ليس لهم من دونه، أي من دون الله، ولي ولا شفيع، أي لا من يتولى أمرهم فيحصل لهم المطلوب ويدفع عنهم المحذور، ولا من يشفع لهم، لأن الخلق كلهم ليس لهم من الأمر شيء، لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الإنذار موجب لذلك وسبب من أسبابه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي لا تطرد عنك وعن مجالستك أهل العبادة والإخلاص رغبة في مجالسة غيرهم من الملازمين لدعاء ربهم، دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوها، ودعاء المسألة في أول النهار وآخره، وهم قاصدون بذلك وجه الله، ليس لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل، فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم، بل هم مستحقون لموالاتهم ومحبتهم وإدنائهم وتقريبهم، لأنهم الصفوة من الخلق وإن كانوا فقراء، الأعزاء في الحقيقة وإن كانوا عند الناس أذلاء. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، أي كل له حسابه وله عمله الحسن وعمله القبيح، فتطردهم فتكون من الظالمين. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أشد امتثال، فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين صبر نفسه معهم وأحسن معاملتهم وألان لهم جانبه وحسن خلقه وقربهم منه، بل كانوا هم أكثر أهل مجلسه رضي الله عنهم. وكان سبب نزول هذه الآيات أن أناسا من قريش أو من أجلاف العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن نؤمن لك ونتبعك فاطرد فلانا وفلانا، أناسا من فقراء الصحابة، فإنا نستحيي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. فحمله حبه لإسلامهم واتباعهم له فحدثته نفسه بذلك، فعاتبه الله بهذه الآيات ونحوها. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هذا من ابتلاء الله لعباده، حيث جعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا وبعضهم شريفا وبعضهم وضيعا، فإذا من الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع كان ذلك محل محنة للغني والشريف، فإن كان قصده الحق واتباعه آمن وأسلم، ولم يمنعه من ذلك مشاركة الذي يراه دونه بالغنى أو الشرف، وإن لم يكن صادقا في طلب الحق كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق. وقالوا محتقرين لمن يرونهم دونهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فمنعهم هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم. قال الله مجيبا لكلامهم المتضمن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء وعدم هدايتهم هم، أليس الله بأعلم بالشاكرين، الذين يعرفون النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح، فيضع فضله ومنته عليهم دون من ليس بشاكر، فإن الله تعالى حكيم لا يضع فضله عند من ليس له بأهل. وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف من من الله عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم فإنهم هم الشاكرون. ولما نهى الله رسوله عن طرد المؤمنين القانتين أمره بمقابلتهم بالإكرام والإعظام والتبجيل والاحترام، فقال
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي وإذا جاءك المؤمنون فحيهم ورحب بهم ولقهم منك تحية وسلام، وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله وسعة جوده وإحسانه، وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك، ورهبهم من الإقامة على الذنوب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مغفرة ربهم وجوده. ولهذا قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، أي فلا بد مع ترك الذنوب والإقلاع والندم عليها من إصلاح العمل وأداء ما أوجب الله وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة، فإذا وجد ذلك كله فأنه غفور رحيم، أي صب عليهم من مغفرته ورحمته بحسب ما قاموا به مما أمرهم به. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد، ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه. ولتستبين سبيل المجرمين، الموصلة إلى سخط الله وعذابه، فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها والبعد منها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة، فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل.